السلام عليكم، معكم جانست صفوت، ولنبدأ معا رحلة مشوقة لنتعرف فيها على بعض أسرار الكيمياء الحيوية. أبدأ بمقدمة مقتبسة من عالمة الأحياء جانين بينيس، التي تقول بأن استبدال الكيمياء الصناعية بكيمياء مسالمة للطبيعة أمر صعب جداً، لأن الحياة تستخدم بضعة عناصر من الجدول الدوري، في حين أننا نستعملهم كلهم بما فيهم العناصر السامة. لنلقي نظرة عامة على الجدول الدوري، ولنحاول أن نتعرف على العناصر المكونة لجسم الإنسان وبقية أجسام الكائنات الحية، وهم الهيدروجين، الكربون، النيتروجين، والأكسجين، وتعتبر العناصر الأساسية التي تشكل أكثر من 90% من جسم الإنسان. هنالك بعض العناصر الوافرة التي توجد بكثرة وتتضمن الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الكبريت، والكلوريد، بالإضافة إلى بعض من العناصر النادرة التي توجد بنسبة أقل من 1%. يتكون الجسم بشكل أساسي من 62% من الماء، 16% من البروتينات، 16% من الشحوم، 1% من الكربوهيدرات، و 6% من المعادن. يحتل الأكسجين كعنصر المرتبة الأولى، يليه الكربون، الهيدروجين، والنيتروجين، ومن ثم المعدن الأساسي في تكوين العظام الكالسيوم، ويليه الفوسفور، بالإضافة إلى الإلكترولايتس وهي البوتاسيوم، الصوديوم، والكلورايد، مع الكبريت الذي يدخل بشكل أساسي في تركيب البروتينات، والمغنيسيوم الذي يعد عاملا مساعدا للإنزيمات. لنتحدث بإسهاب عن جزيئات الماء. إن الماء يشكل أغلب مكونات الجسم وأغلب مكونات الخلية، حيث أنه يتركز في السيتوبلازما، المكان الأساسي الذي تتم فيه أغلب التفاعلات الحيوية، بالإضافة إلى أنه مكون أساسي في الدم وبقية سوائل الجسم. لننظر إلى تركيبة جزيئة الماء. إنها تتكون من ذرة أكسجين ترتبط بذرتي هيدروجين برابطة تدعى الرابطة المشتركة، حيث تتشارك كلا الذرتين بإلكتروناتهما. إن هذه الرابطة هي رابطة قوية ومتماسكة. نلاحظ وجود رابطة ما بين جزيئات الماء باللون المنقط تسمى الرابطة الهيدروجينية. إن هذه الرابطة تمنح الماء خواصه المميزة. إن السبب الأساسي في تشكل الرابطة الهيدروجينية يعود إلى قطبية جزيئة الماء، حيث أن الأكسجين أكثر كهرسلبية أو electronegativity من الهيدروجين، ما يؤدي إلى انجذاب الأزواج الإلكترونية إليه وتشكيل شحنة جزئية سالبة، في حين أن الهيدروجين يفتقر إلى الإلكترونات وتتشكل عليه شحنة جزئية موجبة. إن هذا التجاذب الذي يحصل ما بين جزيئات الماء هو السبب الأساسي في تشكل الرابطة الهيدروجينية. إن أهم الخواص المميزة التي يمنحها وجود هذه الرابطة هي قطبية الماء التي تساعد على انحلال كثير من المركبات، خصوصاً الشوارد الموجبة كالصوديوم والشوارد السالبة كالكلوريد. هناك خاصية أخرى تمنحها هذه الارتباطات الوثيقة ما بين جزيئات الماء، هي خواص التماسك والالتصاق، أو ما يعرف باسم التوتر السطحي. لهذه الميزة أهمية كبيرة في الأوعية الخشبية للنباتات، حيث تساعد على انتقال جزيئات الماء من الجذور نحو الأوراق عن طريق التصاقها على جدران الأوعية التي تتكون من السليلوز.
كلنا نعلم أن قطعة الجليد تطفو على سطح الماء، كيف ذلك وكل الأجسام في الحالة الصلبة تكون أكثر كثافة على عكس الماء الذي يكون أقل كثافة؟ والسبب في ذلك هو أن الروابط الهيدروجينية تتوضع لتشكل بلورة كريستالية تتمتع بكثافة أقل، مسافات أكثر، وهذا ما يمنح الجليد هذه الخاصية. لننظر هنا إلى الحالات الثلاثة لجزيئات الماء، الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. إن الفرق ما بينها هو كمية الحرارة التي تمتلكها هذه الجملة، حيث أنه كلما ازدادت كمية الحرارة كلما أدى ذلك إلى إضعاف الروابط الهيدروجينية وسهولة حركة الجزيئات. على الرغم من ذلك فإن الماء يحتاج إلى حرارة مرتفعة جدا حتى يصل إلى مرحلة الغليان، حيث أنه كل واحد جرام من الماء يحتاج إلى سعرة حرارية واحدة كي يزيد درجة مئوية واحدة. هذه الخاصية تستفيد منها الأنظمة الحية بخاصية التعرق لكي تتخلص من فائض إنتاج الحرارة لديها، حيث تقوم الغدد العرقية بإفراز العرق إلى سطح الجلد الذي يمتص بدوره حرارة الجسم ويتبخر لكي يساعد على تنظيم الحرارة. أمثلة أخرى للرابطة الهيدروجينية غير تلك التي توجد بين جزيئات الماء. أول مثال هو البروتينات. كلنا نعلم أن البروتينات تتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية نسميها السلاسل البيبتيدية، إلا أن نشوء الروابط الهيدروجينية ما بين هذه الأحماض الأمينية يعطي السلاسل البيبتيدية شكلاً ثنائياً يدعى باسم صفائح بيتا أو حلزونات ألفا. إن الشكل الثلاثي أو الفراغية للبروتينات مهم جداً للحفاظ على وظيفتها، خاصة لو كانت إنزيمات حيوية. المثال الثاني هو الروابط الهيدروجينية التي تتشكل بين الأسس الأزوتية في الأحماض النووية الDNA، وبشكل أساسي التي تتشكل بين الجوانين والسيتوزين حيث أن هنالك ثلاث روابط، والأدينين والثايمين حيث أن هنالك رابطتين. إن هذه الروابط تحافظ على شكل الحلزون الملتف لجزيئة الDNA، ما يبقي من ثباته واستقراره داخل النواة. المثال الثالث هو الهرمونات التي تفرزها بعض الغدد الصماء داخل الجسم لكي تنظم العمليات الحيوية في خلايا أخرى بعيدة عنها، حيث تتفاعل مع مستقبلات وهي عبارة عن بروتينات موجودة على سطح الخلية أو داخلها. كما نرى في هذا المثال إن جزيئة النور أدرينالين الملونة باللون الأحمر تتفاعل مع حمض أميني اسمه السيرين على مستقبل موجود على سطح الخلية. سؤال أخير نختم به، هل من الممكن أن يستعمل الإنسان الرابطة الهيدروجينية لإحداث تغيير معين من جسم؟ إن هذا وارد جدا من خلال الأدوية التي يتم تصميمها لاستهداف بروتينات محددة ومستقبلات بذاتها كي تغير إشارة معينة داخل الخلية وتؤدي إلى معالجة الأمراض التي يعاني منها الجسم. شكرا على حسن المتابعة، وهذه هي المصادر.